أصدرت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية لائحة تمنع بموجبها استيراد أكثر من 20 مادة دون معرفة أسباب ذلك والأهداف من وراء هكذا قرار. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية إلى توفير احتياطاتها المتناقصة من العملات الأجنبية لشراء القمح، أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة مواد جديدة منعت استيرادها لمدة 6 أشهر. مصدر في حكومة دمشق ذكر لوسائل إعلام محلية أن المنع في القائمة الجديدة جاء بناء على دراسة لوضع هذه المواد في السوق ومدى الحاجة إليها أو لوجود بديل لها مصنع محلياً. فيما وضع متابعون أسباب القرار الجديد في إطار ضغط فاتورة الاستيراد وترشيدها لمصلحة المواد الأساسية التي تحتاج إليها مناطق سيطرة الحكومة كالقمح والوقود والتركيز على مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها. وتأتي جبنة الشيدر والجوز واللوز والكاجو وعدادات النقود في رأس قائمة المواد الممنوعة حالياً، وسمح القرار الجديد باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من هذه المواد بمهلة لا تتجاوز الشهرين. منع استيراد هذه المواد أثار السخرية والتهكم لدى الشريحة الأكبر من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي لكون الشريحة الأكبر من السكان ذو دخل محدود ولا يستطيعون شراءها. وكان وزير الاقتصاد السوري السابق محمد سامر الخليل قال في تشرين الأول 2020 إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفا و 200 ألف طن من القمح شهريا بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وتراجعت قيمة الليرة السورية مع تفاقم نقص الدولار ويتم تداولها الآن عند حوالي 3300 ليرة مقابل الدولار الواحد، انخفاض عن قيمتها قبل عام 2011 التي كانت في حدود 50 ليرة مقابل العملة الأمريكية. للنقاش ينضم إلينا من باريس شاهر يونس ناشط سياسي. أهلا بك أستاذ شاهر. يعني ما الأسباب الكامنة وراء أو الحقيقية وراء هكذا قرار وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية بشطب أكثر من 20 مادة من الاستيراد ولفترة محددة؟ تحياتي لكم لجمهورك الكريم. أهلا بك. في البداية مثل ما حكيت حضرتك يعني أو حكى تقريركم، قد يظن البعض أنه الطلب أو الهدف هو جلب قطع نادر أو توفير قطع نادر من منع استيراد بعض الكماليات اللي موجودة بقائمة الحظر أو منع الاستيراد، لكن هل هذا مجدي؟ هل ما يحدث مجدي؟ هل المواطن قادر على شراء هذه الكماليات بالأساس أو على شراء الحاجات الأساسية؟ وهذا يعني ما أثار التهم لدى الناس في وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه المواد هي كماليات للبعض، يعني كماليات في الظروف الاقتصادية العادية، فما بالك في ما تعيشه البلد من يعني انهيار اقتصادي، خلينا نقول ما بدي بالغ يعني بهاي الكلمة. المواطن عم بيلحق رغيف الخبز وبيلحق لقمة عيشه، فبتفاجأ يعني للأسف انه انحرم من الكاجو وانحرم من عدادات النقود. يعني كأني هذا القرار يعني وضع للتهكم فقط. طيب أستاذ يونس، يعني من الناحية الاقتصادية كيف يفسر هذا القرار؟ يعني كيف راح ينعكس على السوق السورية؟ هنا تكمن المشكلة، أنه من الناحية الاقتصادية لا يوجد أي خلينا نقول نتائج متوقعة من هكذا قرار. أنت تحرمني من شيء أنا بالأساس لا أستطيع الحصول عليه، يعني الكاجو وعدادة النقود والسيراميك الفسيفسائي وبعض الأمور، يعني كماليات وحياة المواطن مختنقة يعني، ويعني
لا يوجد مردود اقتصادي يعني أو تأثير أو نتائج وضحت يعني. نعم طيب أستاذ زياد، يعني منع هذه المواد من استيرادها هل سيؤثر على أسعارها الموجودة الآن في السوق؟ يعني هل ممكن أن ترتفع أسعارها بعد قرار هذا المنع؟ هاي موضوع تلاعب التجار، يعني هذا أمر ممكن متوقع يعني تزداد أسعارها، لكن كما لاحظت بالقائمة المواد الغذائية يعني تشكل تقريبا ربع أو ثلث المواد المحظورة، لكن المواد الثانية أنا حتى سمعت أنه ميكروباصات وخلافه وسيارة الفان، والهدف المضحك أنها لدعم يعني أحد الأسباب كما تبرر وزارة محاربة المستهلك كما أسميها وزارة التجارة، أحد الأسباب دعم المنتج الوطني. هل في سوريا يزرع الكاجو أم تصنع عدادات النقود أم الهواتف المحمولة وسيارات الفان؟ يعني شيء غريب. الحكومة أو وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية تبرر أنه لتوفير بعض النقد الأجنبي في حال يعني منعت هذه المواد، لكن السؤال أنها لمدة 6 أشهر، هل يعني ستتوضح ثمار أو نتائج هذا المنع خلال 6 أشهر من الناحية أو العلم الاقتصادي نتحدث؟ يا أخي الكريم، لا بالأرقام، خلينا نحكي بالأرقام، كم هي حاجة السوق السوري بهذا الوضع، بانهيار العملة، بتردي الوضع المعيشي، كم حاجة أو استهلاك السوق السوري من هذه المواد قبل الحظر، قبل المنع وبعد المنع؟ لا أظن يعني سيظهر أي تغيير، ربما تغيير طفيف لا يكاد يذكر، لأن القوة الشرائية معدومة تقريبا بمناطق النظام، فما رح يحصل أي تأثير أو نتائج يعني ملموسة تقريبا. طيب الآن المستوردو هذه المواد والتجار كيف سيستغلون هذا المنع؟ هل سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار أم سيفتح باب التهريب أكثر؟ القادرين على استهلاك هذه المواد في هذه الظروف هم ناس يستطيعون تأمين هذه المواد بظل المنع أو بدون منع، يعني لا مشكلة لديهم. والناس الغير قادرة فهي بالأساس لن يتأثر عليها المنع. فالموضوع بحاله يعني كأني قرار خلبي، لا أظن له تأثير أبدا. نحن نتكلم بلغة الأرقام وليس بلغة التوقعات، والمنطق يعني يفرض نفسه. طيب هل من فئة أو شريحة مستفادة من هذا القرار أستاذ شاهر؟ أظن كما كان يحدث في سنوات ماضية، كانت تصدر قرارات منع استيراد مواد أو إتاحة أو السماح باستيراد مواد أخرى بناء على صفقات يقوم بها تاجر مقرب من النظام أو محسوب على النظام، موجودة شحنات موجودة في من اللاذقية أو أحد الموانئ السورية. فأيام عزه العبد الفقير رامي مخلوف كانت تصدر قرارات منع في المساء في الصباح لتلغى في المساء، فقط لتدخل شحنة وتخرج شحنة. وهناك أمثلة كثيرة بخصوص سيارات الهونداي النصف نقل، وفضيحة باصات النقل الداخلي، وفضيحة مسامير الطرقات المضيئة مع اللواء فاروق موصلي، والقائمة تطول
صدور قرارات متكيفة ومصنعة خصيصا لصفقات هذا التاجر أو ذاك. نعم، لأن هناك الكثير من اعتبرها هي صفقات تجارية بين رجال أعمال أو تجار مع الحكومة السورية للاستفادة من هكذا قرارات. بالضبط بالضبط. أنا أظن أن أحد التجار المحسوبين على النظام، الفوز بادنشكي، خلافه أيا يكن حمشه، لديه صفقة عدادات نقود أو سيراميك أو كاجو أو هواتف يعني، ويريد أن يمررها أو ترتفع أسعارها، فيعني بسهرة أخوية يطلب من الوزير استصدار هكذا قرار لمدة 6 أشهر. يعني حتى بالنتائج يعني 6 أشهر يعني بالوضع الطبيعي لا أظن أن هناك نتائج يعني جيدة خلال أو ملموسة تظهر خلال 6 أشهر، فما بالك بهذا الوضع. أظن هي صفقة يعني هذا وليس قرار، عبارة يعني ممكن بعد الانتهاء يعني مدة 6 أشهر يمدد هذا القرار أستاذ شاهر؟ ما أظن، يعني هو صنع كما قلت لحضرتك أنه صنع هذا القرار لأجل هذه الصفقة، مرت هذه الصفقة الأمور تمام وكل شيء بيرجع مثل ما كان. نعم، أشكرك جزيل الشكر من باريس شاهر يونس ناشط سياسي، شكرا لك. مشاهدينا أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.